اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال البيزنس. النهارده هنتكلم على الفيفا، والفيفا دايما كان بيبقى عندها طرق مختلفه انها تحسن المنتج بتاعها، وقت انها تغير الرولز والريجيليشنز بتاعتها، ودي هناخدها في حلقه تانية. وفي وقت تاني كانوا بيستعملوا التكنولوجي، وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. اول مره فيفا دخلت التكنولوجي كان في 2013، وبعد القصه الشهيره بتاعت الكرة بتاعت لامبارد 2010، لما الكرة دخلت الجون في ماتش المانيا وللاسف الكرة ما اتحسبتش، فساعتها ابتدوا يدخلوا الجول لاين تكنولوجي عشان نبقى عدينا الفقره دي. ودي برده كانت انجلترا كسبت بيها كاس عالم قبل كده، فزي ما انجلترا اتاذت من الموضوع ده في 2010 في ماتش المانيا، هي بالظبط كانت في مصلحتها في 66 لما خدت بيها كاس عالم، ومن وجهه نظري ساعتها الكوره ما كانتش دخلت الجول. تاني حاجه الفيفا دخلتها في التكنولوجيا كانت الفيديو اسيستنت ريفري، او الفي ار زي ما الناس بتقول عليه. الفي ار ابتدى في روسيا في 2018، وطبعا كان دايما بيثير الجدل، ودايما الفي ار لسه برضو مش بيحقق العداله. جه بعد كده التعديلات اللي حصلت عليه في 2022، وابتدوا يدخلوا 3D وخطوط في الخطوط في الملعب، واللعيبه بتترسم ب3D. بس برضو لسه لو بصينا على ماتشات كتير جدا في كاس العالم ده هنلاقي ان الفي ار لسه مش محقق العداله الكامله. انا من وجهه نظري الفي ار من الحاجات اللي بوظت الكوره، او من الحاجات اللي هي بتشيل المتعه بتاعه الكوره. وفي حاجات كتير حصلت جدا في كاس العالم ما كانتش هتبقى موجوده، زي جون مارادونا اللي بايده، ده حاجه هيستوريكال وحاجه تاريخيه فعلا، خلت كاس عالم 86 ليه رونق وليه مذاق خاص، غير طبعا التالق بتاع مارادونا. و 66 لما انجلترا كسبت كاس العالم بكوره ما دخلتش الجون. من وجهه نظري الفي ار لن ولم يحقق العداله، ان اللي في الاخر اللي بيتحكم في الموضوع ده بيبقى الحكام برضو، ففي الاخر هو بيبقى قرار شخصي، فهو قرار شخصي وانت شفت الفيديو او قرار شخصي وانت ما شفتش الفيديو، هو في الاخر وجهه نظر شخص في الموضوع. في ناس كتير شايفه ان الفار زي ميدو، شايف ان الفي ار هيحقق العداله لما يبقى الناس بتسمع الحكام بتكلم بعض، يعني لما تسمع الحكم بتاع الفي ار بيكلم الحكم بتاع حكم الملعب، والكلام ده يبقى مسموع للناس ومسموع للمشجعين والجمهور، ساعتها هيتحقق العداله منه. لان انا شايف ان في اوقات كتير جدا في لعيبه بتروح تحتفل بجون، وبعد 3 4 دقايق وبعد ما الجمهور يحتفل وبعد ما اللعيبه بتحتفل الجون بيتلغي عشان الحكم لغام الفي ار، وممكن فعلا كان يبقى اوفسايد ب 2 3 مللي او 2 3 سنتي، وهي من الاخر حاجه فعلا مش من العداله، وحاجه بتلغي فعلا متعه وفرحه الجماهير، وبتتلاعب بمشاعر الجماهير. الحاجه الجديده اللي الفيفا دخلتها السنه دي في كاس عالم قطر كانت الستاديوم اكسبيرينس. الستاديوم اكسبيرينس دي حاجه خطيره معتمده على الاوجمانتد رياليتي، وهي من الاخر ان انت وانت جوه الاستاد بتقدر تفتح الشاشه بتاعه تليفونك وتخش تشوف البول بوزيشن، تشوف باسز بتاعت كل فريق، تشوف التشكيل بتاع الفرقتين، تشوف مين الاحتياطي، التغييرات، الانذارات، الكروت الحمراء. فمن الاخر هي حاجه بتخليك تبقى عايش الماتش اكتر، وعشان كده اتسمت ستاديوم اكسبيرينس، لان اي حد في البيت بيبقى عنده التولز من القنوات اللي بيتفرج عليها. بس ستاديوم اكسبيرينس الهدف بتاعها، وهو زي ما كان الهدف الفيفا قلناه في اول الحلقه، ان هي كاكسبيرينس وكمنتج انت بتشتغل على تطوير المنتج، وان تخلي المتعه بتاعه الفرجه في الملعب مختلفه، وان الاكسبيرينس فعلا زي ما هي متسميه تبقى مختلفه من اول الدخله بتاعه الماتش لغايه كل حاجه بتحصل حواليك. كونكتيفيتي، ان انت كونكتد للانترنت، فتبقى عارف تبوست، تبقى عارف تبعت لاصحابك صور، تبقى عارف تبوست على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. ودي كانت حاجه من وجهه نظري من الحاجات اللي هتنقل الاكسبيرينس فعلا في الفتره اللي جايه وفي البطولات الكبيره ان شاء الله. الحقيقه ان التقدم التكنولوجي كان ليه اثر كبير جدا ان المنتج يتطور في كاس العالم، وان البرودكت بتاع كاس العالم يتطور، والبراند بتاع كاس العالم يتطور، ويقدروا فعلا الفيفا تبيع حقوق كاس العالم كرعايه او كبرودكاستنج او كسبونسرز جوه الملعب. طبعا فرقت جامد جدا. بس هل انتوا شايفين ان ده قتل متعه كره القدم؟ هل شايفين جول لاين تكنولوجي او الفي ار او اي حاجه من الحاجات اللي حصلت بتقتل متعه الكوره، ولا شايفين ان هي فعلا حاجه بتحقق العداله؟ سيبوا لي تحت في الكومنتس رايكم ايه، وخليكم معانا في النص الثاني من الحلقه عشان معانا نجم هداف افريقيا، نجم جامد جدا، هتستمتعوا بالحلقه معانا. جد شرفني بوجودك حبيبي عبدون، تسلم. اسالك شويه اسئله خفيفه النهارده. يلا بينا في مونديال البيزنس. اول كاس عالم اتفرجت عليه؟ اول كاس عالم اتفرجت عليه يمكن
حضرت شويه كده طشاش كده 94، لكن مش فاكر كان عندي 10 سنين وقتها. حضرته ده بقى؟ لا 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 كنت في امريكا. انا كنت في امريكا حضرته. فكان يا دوب طشاش، يعني متهيألي 98 اول كاس عالم بدات اتفرج عليه يعني. طب ونسختك المفضله من كاس عالم؟ نسختي المفضله من كاس عالم قطر الحاليه بصراحه. انا شايف ان هي شايف ان هي منظمه وكويسه جدا، والنسخه اللي فاتت برضه من روسيا 2018 كانت مش 82 ولا 86. لا 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 ما حضرتهمش الحاجات دي ولا اتفرجت عليهم. لا لا خالص. طب بتشجع مين البطوله دي؟ البطوله دي بشجع الارجنتين. الارجنتين؟ اه. طيب مين هيكسب البطوله؟ نكسب البطوله حاسس البرازيل، يعني البرازيل مركزين وفايقين يعني. يعني البرازيل لو لعبت الارجنتين في السيمي فاينل اللي هو السؤال الجاي، اتمنى الارجنتين تكسب، بس يعني بس حاسس ان البرازيل اقوى. اتوقع الناحيه الثانيه، اتوقع الناحيه الثانيه ممكن يبقى في البرتغال وفرنسا يلعبوا السيمي فاينل. مين يعدي؟ فرنسا يعني كده. فرنسا ضد البرازيل. البرازيل في الفاينل. ده يعني عدد 98. انا اتضايقت جدا في الماتش. بشجع البرازيل في بجد؟ بشجع البرازيل على طول. زين الدين زيدان كان ليه كلمه ثانيه. تتوقع مين اللي يكسب؟ اتوقع يكسب المباراه في الفاينل يعني. اعتقد البرازيل يعني. البرازيل. اه طيب رايك في الماتش التاريخي اللي السعوديه عملته قدام الارجنتين؟ كان ماتش مفاجاه لينا كلنا طبعا. كانت قبل المباراه كان الناس بتقول السعوديه هتشيل من الارجنتين كتير، خصوصا ان الارجنتين مرشحه انها تكسب البطوله. فاعتقد كان اداء مشرف بالنسبه للسعوديه والعرب كلهم صراحه، كان اداء مشرف جدا. احسن جول في البطوله؟ احسن جول في البطوله، احلى جول في البطوله. انا شايف جول بتاع الكاميرون فينسيت ابو بكر اللي عملها لوب من فوق الحارس. كان احلى جول السعوديه الثاني في الارجنتين. شايف ده يعني ده في كره حواري. يعني اللي هو شالها من فوق الجول، والجول كان قريب منه، فاعتقد جول حلو يعني شكله. مع ان هو حتى ما احتفلش الحكم حتى بالاوفسايد. طب انت مع الفي ار ولا ضد الفي ار؟ لا في معايا طبعا، معايا طبعا. طبعا يعني حاجه زي كده ممكن حاجه بيحسبه تضيع علينا على اللعيب جول ممكن يدخل بيه. بس برضه يعني لسه برضه الفي ار مش بيحقق العداله. لا بس بنسبه كبيره يعني مفيش عداله مطلقه يا عبدو، لازم دايما يبقى فيه شويه غلطات وشويه اخطاء، لكن بالنسبه كبيره جدا لا الفار يعني بيحقق العداله بشكل كبير يعني. اوكي طب موضوع الدقائق والوقت الضايع ده برضه حاجه كويسه طبعا. انا شايف ان هو ده حاجه صحيه. هو دلوقتي في قانون طلع ان هو الكره لو توقف اكتر من 30 ثانيه، اللعب لو توقف اكتر من 30 ثانيه بتحسب الوقت الضايع. اعتقد ان ده فير لكل الفرق كده يعني. بقى نشوف 9 دقائق و10 دقائق بالظبط، ده فير لكل الفرق بصراحه يعني. انا متفق معاك برضه. طب جدو المدرب بقى تحب تمرن اني منتخب في كاس العالم ده؟ في اتنين بصراحه، فرنسا والبرازيل، عندهم الاثنين قايمه جامده جدا. انت وانت قاعد ممكن تحط اي 11 ممكن يلعبوا ويكسبوا. اصلا ماتشات البرازيل بتبقى شايف اصلا الملعب وبعد كده تبص على الدكه. طبعا فرقتين يعني، رغم ان المنتخبين عندهم فرقتين يعني، عندهم مواهب كتير جدا. رونالدو ولا ميسي؟ رونالدو. رونالدو مش ميسي عشان ارجنتين؟ لا 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 رونالدو، انا بحب رونالدو من زمان جدا يعني. طب لو هتلعب مع حد فيهم مين؟ اكيد رونالدو يعني. رونالدو مش ميسي؟ اه. وانا بجهز الاسئله تخيلت انك هتبقى عايز تلعب مع ميسي عشان يبقى بيعمل لك اسيستات كتير. لا مش مشكله، رونالدو اللي حاول بيبطلوا هما الاثنين. انت اللي بتبطل تعمل له اسيستات. اعمل له مش مشكله. اعمل له مشاكل لو ما حطش جوان. لا اعمل له مش مشكله. هو حط الجون بشعره ولا ما حطوش بشعره؟ لا بشعره، ده ما هو قال ان انا مستقبل امسى خلاص. الموضوع خلص. انت مقتنع ان طبعا هو طبعا طبعا. طب والقصه بقى بتاعت اديدس ونايك شايف؟ اعتقد ان هي فيها طبعا. لو كان السبونسر بتاع رونالدو اديدس مستحاله كانوا يطلعوا باين زي ده. فاكيد هم عشان بيضربوا من تحت لتحت يعني. متفق معاك برضه. بالظبط. ميسي لو خد البطوله دي هيبقى خلص على الاسطوره بتاعت مارادونا وهيبقى عدى مارادونا بالنسبه للارجنتينيين، ولا لسه برضه مارادونا اكيد زي في حته تانية؟ لا اكيد طبعا يعني، ان هو كل الناس بتتكلم دلوقتي بالمقارنه بين ميسي ومارادونا، كله بيقول لك ميسي ما جابش كاس العالم. واعتقد ان هي دي الحاجه الوحيده اللي في صالح مارادونا بالنسبه لنا. لكن لو ميسي خد الكاس العالم السنه دي هيبقى احسن لاعب يعني. كاس العالم ده هو الفارق اكيد طبعا ميسي ومارادونا. ما هو ده ما هي دلوقتي السبب اللي بيقول لك ان مارادونا احسن من ميسي، ان هو ما جابش كاس عالم يعني. لو انت مكان فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وحاسس ان كريستيانو مش فورمه، هتقدر تقعده على الدكه؟ لا. ليه؟ يعني هلعبه دايما. لا لا مش خايف، ان دايما كريستيانو برده بيدي ثقه للعيبه. المنتخب الفرقه بتلعبه بتخاف منه، بعدين ان هي بيديك ادفانتج كبيره جدا. لو ما كانتش فنيه هتبقى نفسيه على الاقل، هتساعد المنتخب بتاعه يعني. فانا شايف ان رونالدو يستحق يكون موجود يعني. وانا برضه جون مع المنتخب بيخليك تكسب افريقيا زي ما انت عملت ولا تجيب جون يصعد كاس العالم؟
انا زي ما قلت انا جبت جول الحمد لله كسبنا بيه بطوله افريقيا، فاجيب دلوقتي اجيب جول بقى صعب كاس العالم. لك الجول ده مش هينفع يتشال. لا يعني جول صعدنا كاس العالم برضه. انا كنت انا بتفرج دايما معاك على الماتشات وفعلا اشوف يعني حتى زعل بتاعك مع ماتش السنغال ان احنا طبعا ان احنا ما صعدناش كاس عالم، فببقى حاسس بيك انت كلاعب ان انت فعلا نفسك تبقى في كاس عالم. هتفرق طبعا ان واحد الحلم اللعيب يكون كاس عالم. احنا خدنا بطوله افريقيا قبل كده كتير، فكان كاس العالم بيتعدى على الصابع، فاعتقد لو جبت جون يوصلك كاس عالم بالنسبه لي دلوقتي احسن ما تجيب جون كاس بطوله افريقيا. تشكيله بقى من منتخب مصر تاريخيا تحب انت تلعب معاه؟ منتخب مصر تاريخيا اي جيل اختار جيل تلعب زي ما هو. انا اختار الجيل اللي انا كنت فيه بصراحه من 2000 جيل كابتن حسن شحاته لا يمكن حياتك شويه كابتن حسام حسن في الاخر، لكن انا محظوظ ان انا كنت في الجيل اللي هو اللي خد الثلاث بطولات امم افريقيا ورا بعض، فاعتقد ان الجيل ده هو من وجهه نظري اعظم جيل بالظبط. بالظبط كان متكامل بشكل كبير جدا. طب لو انت في الملعب وفي بينالتي هتوصلنا كاس عالم، وفي الملعب حسام حسن، محمد صلاح، مجد عبد الغني، احمد حسن، هتاخد البنالتي وتروح تشوط؟ انا؟ لا ليه؟ اخاف اضيعها، لا انا مش جامد قوي في البنالتي بصراحه، لكن لو هم موجودين لا اخليهم هم يدخلوا يشوطوا. لا ده وانا برضه بحضر الاسئله لقيت اخدت بالي ان ماتش هولندا اللي شوط البنالتي كان مجد عبد الغني وحسام حسن اللي جايب البنالتي وسابه عادي. عادي كان لسه صغير بيتهيألي. طب فريق احلام مصري تشكيله فيها 11 واحد يوصلوا سيمي فاينل كاس عالم، مين هم ال 11؟ ممكن احط الحضري، احمد فتحي باك رايت، احط وائل جمعه، احط ابراهيم سعيد، احط سيد معوض باك ليفت، احط نص ملعب حسام غالي، حسني عبد ربه، احمد حسن، احط قدام صلاح وزيدان وحسام حسن. معظمهم لعبت معاهم. ما حطيتش احد من الجيل القديم. حسام حسن. يعني بس ما حطيتش غير كابتن حسام. طبعا ودول ده هداف. يعني شايف ان ده ممكن نص سيمي فاينل. وجهه نظري ان الجيل ده اتظلم الصراحه انه ما لعبش كاس عالم. الجيل ده فعلا لو لعب كاس عالم بيتهيألي ان هو كان هيعمل كان هيعمل ماتشات جامده جدا. اكيد طبعا. اعظم لعيب في تاريخ كاس العالم. اعظم لاعب في تاريخ كاس العالم هو بيليه. طبعا بيليه. شايف ان بيليه. اعظم منتخب افريقي في التاريخ. اعظم منتخب افريقي في التاريخ منتخب مصر. اعظم منتخب افريقي في المونديال. في المونديال يمكن انا كنت بحب كاميرون في المونديال، كانت بتقدم مباريات جيده فبحب الكاميرون يعني. واعظم فريق عربي في المونديال. المغرب. المغرب بيقدم مباريات كويسه، يمكن المونديال اللي فات المونديال ده فالمغرب. اوكي، اسئله بقى من نوع مختلف. لو جالك كره بتاعت مارادونا 86 وتقدر تحطها بايدك تحطها؟ احطها. انت كنت ضد الفار. احطها طبعا احطها. اوكي، طب لو انت في الملعب وشفت سواريز وشال الكره بايده الرياكشن بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ لو انا معاه في فرقه مش هتكلم، لو انا في المنافس معاه لا. لو انا بلعب في غانا لا طبعا اقول لحكم ان جت في ايده يعني. الماتش بتاعهم طبعا في طار ماتش غانا اوروجواي والفرقتين ممكن يصعدوا والفرقتين قويين. غانا عندهم منتخب قوي جدا، منتخب شاب واعد، فاتمنى غانا تصعد ان شاء الله. طب ماتراتزي وزيدان لو اتعمل معاك اللي اتعمل في زيدان من ماتراتزي الرياكشن بتاعك هيبقى هتستناه بره ولا هتفوت ولا هتفوت عادي وهتعتبر الموضوع ما حصلش ولا هتاخد نفس الرياكشن بتاع زيدان؟ لا كنت هستنى بره بصراحه، ما كنتش هضربه في الملعب. كنت هكمل الماتش عشان اكمل الماتش عشان ما اخرجش وهستناه بقى في الطرقه واحنا رايحين اوضه اللبس بقى. ده البينالتي بتاع باجو ممكن ما تبقاش اتفرجت على اللي في السما دي اللي في السما 94 باجو من بعديها انعزل تماما بعد عن الميديا وتقدر تقول هو اعتزل الحياه بعد ما ضيع على ايطاليا كاس العالم ده. لو انت مكان باجو التعامل بتاعك كان عامل ازاي؟ لا يبقى مختلف طبعا. لا عادي، ضربات الجزاء بتعتمد بنسبه كبيره جدا على الحظ، يعني فيها نسبه حظ اكبر منها في نسبه مهاره او دقه، لكن في النهايه اتعامل طبيعي يعني، وكوره وضاعت والحياه يعني تستمر يعني. ضيعت اي بينالتي مهم في الكارير بتاعك بتتضايق عليها بتندم عليها؟ لا يعني يمكن جات لنا وانا في الجونه ضربه جزاء في ماتش بيراميدز ضيعتها، اتمنى ان انا اجيبها يعني، هي دي الحاجه اللي انا ندمان عليها. بس ما فيش اي حاجه مع الاهلي او مع لا 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 ما كنتش بشوط مع الاهلي يعني، وبتريا كان مسيطر على كل حاجه بقى. كل ضربات الجزاء. جد شرفتني حبيبي عبدون، دايما مبسوط وانا معاك حبيبي.